الامور في بعض الازمات. سيرخيو راموس 7 أهداف في الدوري الموسم الماضي وهدف في دوري ابطال. ودي راموس يا ولد راموس يا ولد راموس، ولكن اللي جاء ومن اجل التالق. ودي امامنا الهجمه، ودي كازيميرو، وشوف الاستلام هنا الجميل والمتابعه يا ولد يا مايورال. بورخا مايورال يسجل بعد ما ظهر كبديل في لقاء بويل وايضا في لقاء اللي كان امام فالنسيا، يلطش على طول صعبه جدا على روي، هدف في الدقيقه 19 عن طريق اللاعب مايورال. مايورال شوف هنا القوة، البعض يتوقع بص راموس بص راموس ومشدود، ولكن هنا القوة والكرة ايه عايزة تروح، الكرة بتمشي على قصبة رجله. لسه الخبرة، بورخا مايورال عنده 20 سنة عند هذا اللاعب، دافع وانطلاقة والعرضية المعمولة حلوة قوي. وادي التسديدة يا ولد، جول يا ولد يا ولد يا ولد على الهدف، كرة حلوة قوي كده. وادي داني كارفاخال ومفيش رقابة، والراجل حط وش رجله قنبلة قدم اليمنى ثبتها، وبالشمال ركن الكرة قوية. بص حضراتكم ارتكز على اليمين وبالشمال أطلق صاروخ صاروخ، الكرة في قوتها في مفاجأتها والبندة صعبتها. وكيلور نافاس يعني فخ عميل في اللقطة الماضية، كيلور نافاس كرة بتعدي من معلم قيمة. وادي الانطلاقة، مايورال عنده شخصية لعب العرضية لكن اتأخر، الكعبين في رجله عايز يعدي وعدى حلو قوي، عنده ثقة بتمشي. يا ولد يا ولد ويا ولد يا ولد، ولكن المرة دي رودريجيز هو اللي مضيع عدى. ادي دييجو يورينتي اعتقد هو اللي خد الانذار، لكن اللي سجل في مرمى ادي دييجو يورينتي في اللقطة، حاول يمثل حاول يقع. وادي انطلاقة اللاعب بورخا مايورال، عنده شخصية عنده شخصية خلاص، النهارده مولد نجم مولد نجم جديد، واللي سجل زي ما قلت لحضراتكم هو اللي سجل اللاعب رودريجيز امامنا اهو. تبقى في قدمك وتسجل لفريقك، وتبقى في قدمك ايضا وتسجل في مرمى فريقك، هذا هو ما حدث مع اللاعب كيفن رودريجيز البرتغالي. والحارس روي لا يعني لا درج اللي خلف المرمى. مرة ثانية استلام على طول عن طريق اللاعب ايسكو. ايسكو يا ولد يا ايسكو بيعمل الحاجات الحلوة بقى، ادي التمريرة وادي السرعة جاريس بيل، هي بتاعتك هي بتاعتك هي بتاعتك هي بتاعتك هي بتاعتك. جاريس بيل ينطلق، جاريس بيل يسجل، جاريس بيل. بص ايسكو عملها له حلوة قوي، اسماء السرعة هي لعبته، وهنا المحاولة من جانب اللاعب كيفن رودريجيز، ويطلع روي يسهل المهمة، وجاريس بيل هدف من يعني طراز وماركة جاريس بيل، هي الحاجات دي بتاعته، الحاجات السرعات دي حاجاته. ادي جاريس بيل الويلزي السريع، هدفه الثاني هذا الموسم بعد ما سجل كان في مرمى ديبورتيفو لا كورونيا، يسجل هنا في هذه اللقطة. ادي امامنا هنا ليه الجماهير تضغط على جاريس بيل؟ لان طبعا في غياب المثلث البي بي سي كريستيانو، وطبعا بنزيما وبيل وكريستيانو، ولكن جاريس بيل بيسجل باقتدار في الدقيقة 61 عشان يرفع النتيجة 3-1. لكن دي قيمة اسكو، قيمة لاعب مايسترو. شوف اسكو طلع التمريرة